للإثارة والندية بدأت مشاهدين الكرام باندفاع جياد وأفراس الأربع سنوات الباحثة عن انتصار جديد بمساهمة نادي الفروسية. 245 ألف ريال الانطلاقة تبدأ مع محطمة التي تبدأ الانطلاقة السريعة في الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات مع ليزوم الذي يبدأ أيضا في محاذاة محطمة في هذه الأثناء. الآن في تحاذي ما بين محطمة وليزوم ومحاولات التقدم من الرناح في المركز الثالث وكذلك ذراف في المركز الرابع والمختفي في المركز الخامس. في هذه اللحظات التنافس ما بين محطمة وليزوم ورناح وذراف يبدأ التقدم. أيضا الفيصل يأتي المركز الخامس في هذه الأثناء في الصدارة لليزوم. محطمة تتأخر الآن، ليزوم يتقدم، المنعطف الأخير الإثارة والندية مع ذراف وليزوم والدخول يأتي أيضا من الفيصل للدخول الآن مع ذراف الذي يبدأ التقدم الصدارة والمركز الأول. محاولات سعيمة أيضا للمطاردة، الفيصل يبدأ مع ليزوم، هنالك بحث من قبل مسعفة، تأتي الفيصل يتقدم في 150 متر للصدارة كمرشح أقوى للفوز في هذه المواجهة. الفيصل إذن المتقدم والمنتصر الفيصل في هذه المواجهة. ألف ألف مبروك.